شوف مين ناطرك يزن على المسرح في حال بدك تعمل التحدي. بومبونايا، تشارلي، وميس نخلة. أول سؤال بفقرة على الخفيف، من لاعب فوتبول انتقلت بالصدفة على التمثيل، أنت دخيل على المهنة؟ دخيل. خلص السؤال، أوكي. لا برافو، برافو على البداية الصراحة. هو برافو على الصراحة. لا مو صراحة، أنا يعني ما كنت أفكر بكل عمري إني أنا أكون ممثل. أنا الناس أول ما دخلت على التلفزيون أنا كنت لاعب فوتبول وكنت مونتاج وإخراج بالتلفزيون. كل ما حدا يشوفني بالتلفزيون يقول لي لازم تصير ممثل، لازم تصير ممثل. بضلت الفكرة براسي. عم وجه له تحية للأستاذ مروان بركات والأستاذ يوسف رزق، شافوني وقالوا لي الأستاذ مروان عطاني دور والأستاذ يوسف عطاني دور، 10 مشاهد ب10 مشاهد. العملين حققوا انتشار كبير، كان أسياد المال وعصر الجنون. صرت امشي بالطريق يقولوا ممثل ممثل، شو ممثل ما بعرف يعني، ماني عارفان شو القصة. حبيت أي شيء لحتى أنت تبدع فيه لازم تحبه. أنا حبيت ورحت لحتى أجتهد، يعني صرت جبت أحد أصدقائي الممثل الصديق والأخ وسيم الرحبي، قلت له جاني دور بدك تدربني، بدك تفهمني شو بدي أعمل، شو بدي ساوي. كنت بفهم أنا بأمور الكاميرا الأس والموند، يعني هي القصص، بس ما بعرف بإحساسك كممثل. وبلشت القصة تمشي شوي شوي. وأبدعت يعني، وأبدعت دغري. تاني سؤال، سمي ممثل ما تخرج من معهد التمثيل وأقوى من نجم خريج. في كتير ممثلين غيرك أنت يعني في كتير ممثلين ما نون هن بالمعهد، يعني مثل الأستاذ الكبير أستاذ بسام كوسا، أستاذ سلوم حداد. يعني مين بدنا؟ شخص واحد، اسم واحد. أستاذ بسام كوسا. تحية لك. كان جوابين صريحين بدون أي لف ودوران وتردد، يعني برافو. دور مهم إلك كرهوك الناس فيه. كسر عظم. كرهو الشخصية مو كرهوني إلي. بس أنا الدور هو حدا إشكالي وحدا يعني شخصية مو منيحة أبدا. بس أنا رحت فيه للإكستريم، يعني حاولت، يعني حتى أنا وعم بقرأ صرت أقول كيف بده يكرهوني العالم، كيف بده يزيد الكره. يعني انا رفعت الدوز. من وجه تحيه للمدام رشا شربتجي كمان، هي اللي اشتغلنا انا وياها على الدور، والحمد لله يعني كرهوني العالم. ساعدتك يكرهوك اكثر يعني. شكيتهم لله. تحيه لها المساعده الكبيره يعني. رابع سؤال، سمي مسلسل لبناني سوري فشل جماهيريا. هو ما فشل، بيوت من وراء، هو ما فشل جماهيريا، بس هو ما انعرض، يعني انعرض على تيليجرام، ومع العلم نحن اشتغلنا كتير عليه بس العمل ما اخذ حقه بالعرض. انا بقول انه هو فشل لانه ما اخذ حقه بالعرض، مع العلم العمل كتير حلو لازم ياخذ مكانه بس بدنا مسلسل انعرض وبرايك فشل جماهيريا. رح نعمل لك مشكل بس بدنا الصراحة يعني. لا والله يعني أنا بشوف الأعمال السوري اللبناني كلهم نجحوا، يعني ماش في عمل ما حقق نتائج منيحة حقيقة. أضعف يعني واحد فيهم بيوت من وراء. خلاص بيوت من وراء. جمهورنا أنا بعتذر منك، إني بيقرروا يعني. تفضل إلى التحدي. هاي تشارلي، كيفك؟ فهمت عليه؟ مطلوب منك يا زلمة بدك توقف محله لتشارلي. اوكي. بنشوف نفسك قد ايه قوي. بلع نفس قوي هيك، وبنفخة وحدة بدك تطفيهم كلهم، لأن إذا بقيت وحدة ضواية بدك تشرب هالشي اللي موجود من قبيلك. حاضر، 1 2 3 بلشنا. يزن، شو بدنا نعمل هلا؟ لكن بدك اول شيء دوق هيدي هلا. شو هي؟ شو هي؟ شو هي؟
ما بعرف. ما بتعرف؟ بضل عم بنفخ ولا خلص؟ ولا انا، ايه ايه يلا. لكن خلصت الدقيقة. يا زلمة. ايدك اقوى من نفسك. اول مره بشوف هيك. فرجيني كف ايدك. عامل مثل مهوية كف ايدك يا زلمه، مع انه مش كبير. شو من ربحه؟ من ربحه؟ ربحت.